يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدي إشكال وأرجو أن تبينوا لي وجه الحق فيه، وهو لماذا كان أهل الكتاب لهم أجران إذا دخلوا في الإسلام؟ لأنهم آمنوا بنبيهم وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأما نحن فليست لنا هذه الفضيلة مع أننا قد آمنا بجميع الأنبياء والرسل، لكن ما أدركناهم ولا عملنا بشريعتهم. هؤلاء عملوا بالشريعتين، عملوا بالشريعتين، أما نحن عملنا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقط. نعم.